والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. بالنتيجة تأسس حزب الاتحاد الديمقراطي كحزب كردي سوري 100% 100% 100% 100% 100%. الناس يخلطون بين أن تكون تحمل الأفكار الأوجلانية والفلسفة الأوجلانية وبين أن تكون ملتزما بنمط معين مع حزب العمال الكردستاني. إلى أننا مستقلون في قرارنا السوري وفي التحالفات وجميع القرارات الاستراتيجية، ولكننا نستفيد من نهج السيد أوجلان في فكري وإيديولوجيته. وإذا كان هناك أي تعامل بيننا وبين حزب العمال الكردستاني فهو على نطاق أخوة مع الأحزاب الأخرى مثله مثل حزب الديمقراطي. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل.